بسم الله الرحمن الرحيم. كيوم ليلى احكيم، عضو المجلس البلدي لمدينه الماضور. نهار وسيغدا بكريج التصريح، تصريحينو يتخصى التصريح ايزيد يوسا نائب الثالث البلدي في الماضور. خطر نهار ابكر بعض التوضيحات المداخلينو ذي اثنين او تخصصني المواضيع. الموضوع الاول وهو طلب قريش التوضيح للراي العام لبعض المغالطات لدوسين على لسان النائب الثالث السيد حسين قشلي. النقطه الثانيه خصك اوضح او استورخ الاستقالينو من ديجين ابقر الاستقاله. اذا بالنسبه ادبري خص النقطه الاولى وهو التوضيح للراي العام خل المغالطات لدوسين على لسان السيد حسين قشلي. اذا باش تبدير اولا خصك تقريج الدراسه القائمه للجمعيات المستفيده للدعم السنوي 2012. القائمه ينش وفيق في المواقع الالكترونيه رمي خزار ديال القائمه ني وفيق ضيف التصن الحوايج تما يكون بيني مزورين اربع الحوايج وتجيبو يا مني التصل داك اللي يجي المجموعه من الجمعيات المستفيده للدعم السنوي 2012 تاكد 2012 ناني بانه القائمه ني ليس سوبونسيون واتجيبو غير يعني اذا نستافدن سجن الدعم. القائمه ني فنا بانه تستافدن سجن الدعم النغمي. اذا ماذا تخسر القائمه يخسر ورق اقت غريبة جاري فات سنينو. ثاني تا يسهلي السيد نائب الثالث وسائل الاعلام. القائمه يا السينيا ديس نتا دانيتا مال تقارب شوي تتفهم عن الرئيس وبتفويض منه النائب الثالث حسين قشلي. اتفهم دانيتا قائمه اسماء الجمعيات المستفيده من المنحه السنويه لرسم سنه 2012. القائمه الحقيقيه الفارما ديال السيد العميد مصطفى العطار يفعل ماذا يس السيد نائب الثالث وبتفويض من الرئيس. اذا ما نبدا زي الجمعيه رقم واحد المستفيده انت في القائمه من السيد الرئيس السيد نائب الثالث انت في دايس مثلا يجي الجمعيه قناه جمعيه النور للثقافه والرياضه والبيئه حيش على انت في يجلس نستافد 20000 درهم. الوغ كو القائمه الحقيقيه اللي تسمى يتفق زي سيرفيس دو كونطابيليتي دي فارماسي العميل انت بان الجمعيه يستفد 15000 درهم وها انت على سبيل المثال وليس الحصر داني تا كثر زي 11 الجمعيات واستفد مشى سلو مونطوني انت جمعيه مثلا بساتين استفد داني تا بالقائمه يمشى السيد نائب الرئيس ديس 20000 درهم الوغ كو القائمه الحقيقيه استفدت 15000 درهم. خو خلي غنكمل هذا واش غتصوم منايا باش تكون تقمع او ميقين منايا تما نش واش غتنيني ديكسبليكاسيون الحقيقه وتجيبو نشوها غتنيني ديكسبليكاسيون وغتبوك صح غاس ليكسبليكاسيون فهم زوارود وهو السيد النائب الثالث مع الاسف ما مشي ندير وسائل الاعلام غير قدام الذكر لنا غير عيد الخانق ماشي يتحرق حرق وسائل الاعلام يمشى سنيج القائمه مزوره والصين غنش ما يجيت نتا والصين ما وشي ناس والصين ما يجيت بحسن نيه ويزري شائن ني داس وشي القائمه يا خصنا تغلطن ني غنطي خصنا بيغلط. اذا منايا مش حس بخط خطير لانه الطفل قبل يتغير سوغدانيتا فكر مليح وفيه غير خفينو شنو تما غتبقى لانه مسمر بانه الساكت عن الحق شيطان اخرس. اذا ثانيتا من جهه نوفى بانه السيد السيد حسين قشلي يمشى يجن القائمه يجن الجمعيه قناه جمعيه اكراو ما لا تسمح معي اتجبد القائمه اكراو القائمه اللي من جمعيه اكراو
parmi الجمعيات إن بأنه استفدن سجل مونطون على القنيني واستفدن سجل مونطوني. والسي حسين أحيلي أكد بأنه الجمعيات المنخرطة تحت لواء أو تنسيقية أقراو بعض الجمعيات زي بوعار قربعة زي زغنغان كل جمعية مانيس يعني ووجود في تبوذي المدار الحضاري مدينة الناظور، ويأكد بأنه يوذانا تغطان الدعم في بلدية الناظور ماشى بلد بلدية الناظور وتخصبوا ذا سنتكش الدعم مش قاع سنة زي الموقعينو الجمعية عن مصوى الدعم البلدية انت تغي يخصبي غلط الرأي العام يقى بأنه يوذانا قين شكاية لأنه رمي واستفدنشا او نيني وغاصن بور حقا استفدن كان كاين شي اي شكايه مش ذاني تبقى بانه يوذانا عن مصوى الثان الدعم البلديه من النظر مزيان اذا مش تسمى خلينا نكمل غدا ومش القائمه هي الجمعيات اذا خصك هذا الفوق ديال النقطه الثانيه يخي السيور السي حسين احيلي واذا انتي سيح النقطه وهي الدعم السنوي 2013 الدعم السنوي 2013 يجب الدعم مثير للجدل السي حسين أحيلي يستور وإن ذي المواقع بأنه الدعم 2013 لم يحسن فيه بعد مش قال بأنه الدعم 2013 حسن فيه ما يمي قاع حسن فيه لأنه الحساب الإداري مستعدود سعدون تنيني في الحقيقة لأنه نشوكي سنو الفرشة مش الحساب الإداري من الدورة العادية فبراير 2014 حسم الدعم من 2013 يوذف بالفائض وتوقعات إعادة البرمجة خص غادي نير بأنه لو فيتيج النائب يبقى بأنه الدعم من 2013 لم يحسن فيه عاود منها يخسرين اثنين حوايج إما لا يفقه في الحساب الإداري ويفهم شري الحساب الإداري وإما يخسر يغلط الرأي العام ما لا يفهم شي الحساب الاداري ثمنش ثم عذرخت وكيج بنادم ما راه يستنشا ويغلط الراي العام لانه هو يستنشا ثم اكويدا ثم اكسبتابل ماشا باش ديني الحساب الاداري او باش ديني الدعم 2013 الجمعيات لم يحسن فيه نشقى غاس حسين واتحمل المسؤوليه الناس الدعم من 2013 حسم فيه يختبيني يعذوغ الفائض مرمي يعذوغ الفائض يعذوغ الفائض ذي الدورة العادية في فبراير 2013 وخرقات إعادة البرمجة وديج الموضوع المغني رخونش خصغيك شغيج ليكسبليكاسيون طن مزيان كي السيد نائب الثالث خصغا فينير دورة فبراير قناة دورة الحساب الإداري قا كل دورة زي الدورات من المجلس البلدي